أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إنا كل شيء خلقناه بقدر كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن you
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان
الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين رب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها صدق الله العظيم. الفاتحة.